السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم متتبعي إذاعة تطرز مع مريم. أتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو هذا يلقاكم بأحسن الأحوال وبصحة جيدة. إذا اليوم إن شاء الله غنوريكم طريقة باش كنخدم في البيسي. دابا هاد الرشمة هادي قديتها جمعتها، بديت فيها من البارح بالليل اللي بديت فيها، ويعني كنحاول معكم دائما نقول لكم كنقرب هذا قفطان. كتشوفوا الشكل ديال العروش كيفاش مرسومين، يعني مرسومين بالشكل اللي كنطرز. دائما كنقول لكم هذه غير البدايه في التصميم، لان ملي غادي ندرب عليه مزيان يعني غادي نحط فيه احسن. وكما قلت لكم في الفيديو الاخير بانني يلاه خدامه بجوج في المية ديال اللوجيسيال، يعني يلاه خدامه بهذه الميزه ديال الرباطي اللي كنقولوا حنايا كاينه هنايا. هذه هي باش كنحط لي بوين. دابا هنا الرشمه هاني جمعتها باش نوريكم هنا الشكل باش كنحط لي بوين. ها انتم كتشوفوا هاد لي بوين هادو هما باش كندي كنقص في العرض وكنزيد. هذا بالنسبه للناس اللي يلاه عندهم ما عارفين حتى حاجه على البرنامج، وانا عندي البرنامج ديال ويلكم اللي عندي. دابا كما كتسمعوا الماكينه راه خدامه، كاين اللي كيقول لي واش فيها الصداع ولا ما فيها الصداع، يعني لا نحسن مع مشكل مع الجيران. بالنسبه لهاد الماكينه ديال راس واحد، ما الصداع يعني الصداع ديالها قليل على الصداع ديال الماكينات الصغيره هادي اندستريال. هادو اللي اندستريال فيهم الصداع بزاف اكثر من الماكينه راس واحد. وهنا واحد الميزه اللي كتكون عندك، اذا هادو مجموعه حيد ليها هاد سميتو. بالنسبه لهاد الماكينه هادي فيها واحد الاساس، انا بحال ملي كتكون عندك شي خدمه مزروبه كنقدها بالليل، كنقد المرمه بالليل، يعني حتى صافي كنسالي كلشي كنقد المرمه بالليل ونحط عليها الخدمه باش ملي كنوض مع الصباح. بعض الاحيان والله الا كنخدمها في 7 ديال الصباح كنقص ليها السرعه على 600. كان صافي انا قديت كلشي، حطيت المرمه ديالي ودرت الكادر ودرت كلشي، يعني حطيتها على النقطه ديال البدايه ديالها. 7 ديال الصباح، ملي كان تقريبا دابا الفجر كيود نفس 6:30. يلا كتنوضي ملي كنبغي ندخل الكوزينه باش نوجد الفطور للدراري. انا البلاصه فين دارت الماكينه قريبه ليا الكوزينه، لان في الدار التحت كنخدم الماكينه وكنديرها على 600، يعني في الدرجه ديال 600 في السرعه ديالها، وكتخدم بين ما كتسخن. يعني انا ديما هادي كنديرها، كندير واحد ساعه ولا واحد ساعه ضروب نص ساعه هكاك على ديك 600، عاد كنخليها مجهدها، لان اصلا هي البروغرام اللي فيها هو ملي كتكون الضربه من البلاصه كتكون طويله بحال هكا هي كتنقص السرعه. ودائما الخدمه الرقيقه هي كدوز دغيا في الماكينه. هادو غير معلومات بالنسبه للاخوات اللي باغيين يديروا الماكن، وكاني دائما كتسولني شحال من حبه كطيحي في النهار. الخدمه ديال الكمبيوتر ماشي المقصود انك شحال من حبه غطيحي في النهار، المقصود الخدمه اللي غتخدمي فيها واش عامره واش ما عامره. حيت انا كنخدم انا على الزيكزاك وكنخدم، تنوريكم هنا الطريقه باش تفهموا. هنا غادي نحيدو نديرو الطريقه باش غادي تدوز في الماكينه، نخليها على الخاطر. دابا كما كتشوفوا هنا راه كطراسي، واخا مكيبانش مزيان كطراسي الكادر هو الاول. درت ليه النقطه ديال البدايه من هنايا عند الكول، يعني هاد الزواقه هي هادي فيها تقريبا نقولوا 82 سنتيم. اذا ها نتوما كتشوفوا هذا هو الزيكزاك، يعني هذه الخدمه الاولى عاد كتعاود الخدمه الثانيه. الاول زيكزاك والثاني كنسميوه الساتان. يعني بالنسبه الى بغيتي دوز دغيا في الماكينه راه غادي ديري غير خدمه واحده، ما غاديش ديري خدمه مدوبله. يعني حنا كنتمشاو على حساب الكليان، يعني كاين اللي عارف بالقيمه ديال الخدمه اللي كنديرو. وانا الاغلبيه ديال الرشيم ديالي كندير تصميم، وكان عندي رشمات صممتهم بالمره الاولى وخدمت فيهم يلا بياسه واحده ولا جوج بياس. ما غاديش نجي انا لان الا غادي تاخدي الزواق كتاخديه بثمن، كدوزي في الماكينه كدوزي في ثمن. ما تقارنينيش انا مع الخدمه ديال السوق نهائيا، لان دابا كاينين السيدات اللي كيخدموا هكا في المكان ديال اللي كيدفعوا في الكمبيوتر اللي عندنا في انزكان. كنقول لها شوفي الا ديال السوق بلا ما تجيبيها ليا، حيت انا ما عنديش، ما غاديش نمشي نبقى نقلب انا على الزواقه. انا خدامه بالزواق ديالي وخدامه بالشكل اللي بغيت انا. يعني اي واحد باغي ياخذ ماكينه خصو يعرف الطريقه باش غادي يخدم،
وراكي خدامه في كلتا الحالات، باغيه تخدمي لراسك ديري التصميم راكي خدامه، باغيه تخدي تشري الزواق وتخدمي للسوق راكي خدامه، باغيه والاغلبيه دابا عفوا ديال الاخوات حاطين الماكينه ديال الكمبيوتر على جنب الجلابه، واش الجلابه الا ما طرزناها صافي ما نخدموش الماكينه، نخدموا العقل ديالنا، كاينين افاق اخرين عطا الله ما نطرزو عطا الله ما نوجدو. انا حاليا خدامه دابا في واحد ليزر ديال العروسه نيت، يعني واش انا ما عمرني طرزت ليزر ديال العروسه بعدا في الماكينه الصغيره نهائيا. واحد السيده كانت جات عندي زياره بغات تشوف الماكينه حتى هي معلمه كبيره، قالت لي والله يا مريم الا ندمت على هذا الشيء اللي دوزت حياتي كامله في الطرز، يعني تقريبا اكثر من 28 سنه ديال الطرز، وقالت لي صعيب جاب الله هي واش عندها واقيله غير جوج بنات، المهم الراجل ما عقلتش باقي واش الراجل توفى ليها ولا مطلقه، يعني عايشه مع دارهم، وفروا لي هذاك المجال باش تخدم. الى وحده مزوجه وعندها وليدات، وحال دابا كاين اللي كيصيفط لي كيقول لك بغينا ننظموا الوقت ديالنا، ما عرفت كيفاش ننظم الوقت ديالي. الا انت بوحدك وعندك وليدات صغار ما نهضروش على تنظيم ديال الوقت، راه ما كاينش الولاد الصغار هما الدراري خصوصا اللي عندها التربيه، واغلبيه ديال الاوديوات اللي كتصيفط ليا مريم بغينا التنظيم ديال الوقت ولا كي اولا عطيني شي رشمه ولا هذا على شي مجال ديال الطرز، الاغلبيه ديال الاوديوات كتكون تربيه كتبكي، يعني الاغلبيه ديال السيدات عند اللي داخل المجال ديال الطرز ولا باغيين يحسوا في الوضعيه ديالهم راه عندهم دراري صغار، يعني الواحد خصو يعرف اش بغا هو. انا الماكينه ديال الكمبيوتر ملي عرفت راسي غادي نصمم ونخدم خديتها مقتنعه، اقتنعت بها مليون في المئة، وملي بغيت ناخدها مشيت قلبت غير ما جيت انا داروا لي بانطا في عينيا وقولوا لي ها فين دخلوها فين تجيبي الماكينه، لا راه مشيت سولت وعاود سولت وعاود سولت فين غناخد الماكينه، وخاصني نشوف الماكينه راه بحال هادي، مشيت عند السيده حتى شفتها باش نعرف شحال غادي تدي ليا في ليسباس وعرف الثمن ديالها، وتواصلت مع الشركه في الاول تقريبا نقولوا شي عامين هادي، ملي عرفت الثمن ديالها شورت وتاخرت للور قلت بلاتي عليا شويه تكتب الله نهار غتجي، نهار قربت الماكينه تجي كلشي سخروا ربي كلشي تيسر كلشي تقاد كلشي تصيب كلشي دغيا 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 دغيا، رغم ان الظروف ديال الوباء بين كازا لاكادير كانت صعيبه شويه على حساب الطريق، ولكن الحمد لله كلشي تيسرات فيها الوقت. اذا بالنسبه هادو اجوبه جاوبتهم بالنسبه للاخوات اللي باغيين اللي كيسولوني بحال هاد التساؤلات هادو. اذا كما كتشوفوا هنايا الرشمه ها هي نزربها هنايا، يعني بهالطريقه باش كدوز في الماكينه لا صافي صافي تجمعات، وهاد الرشمه هادي ما فيهاش مقصات كثيره، يعني كتخدم ديريكت حتى التنقيه ديال السق اللي ما عندكش، يعني بحال هاد الرشيم هذا كتحيد ديك البياسه يلاه كتنقي داك الفيزين اللي كتنقي فقط اللي كيكون مورا تحت ديال الثوب، لان هادي غادي نشوفوا شحال ديال لي كوب اللي فيها عندنا هنايا بروبريتي دو ديسان، عندنا جوج كوب عندنا جوج، يعني جوج مرات المقص ديال الماكينه غيقطع ديال الكادر وديال الخدمه صافي، والخدمه راها غاديه، ودائما كنسبقوا بالكادر وعاد كان الكادر هو اللي كيكادري هو الاول، هاد الخياطه هي اللي كتشد، هادو معلومات خاص للسيدات اللي مازال ما كيعرفوا الخدمه ديال الكمبيوتر. وهذا الموديل هذا ان شاء الله غادي نخدمه، وعندي موديل مطروز بالماكينه العاديه فيني مقاد منبت، جات السيده شافته قالت لي بغيت بحال هذا، قلت لها كمبيوتر، قالت لي كمبيوتر، قالت لي ماشي مشكل، قالت لي الخدمه ديالك شفتها في الكمبيوتر راه خدمه زوينه، يعني هذه واحد الفضل من عند الله الحمد لله، يعني ما لقيتش صعوبه مع الكليان ديالي نهائيا، يعني خدامه والحمد بالعكس، واش باقي حنا كنرجعوا الخدمه الى حاجه مزروبه كنحبسوها كنقولوا لان عندي غير راس واحد، يعني نخدم على خاطر خاطري، ومن ما لان الاغلبيه تيقول لي لا علاش خص الماكينه الكمبيوتر تخدم والماكينه ديال هذه الصغيره تخدم، قلت لهم انا راه عندي غير جوج يدين، عندي واحد العقل اللي عندي خصني ندير واحد نشد واحد الاتجاه، ما غاديش نجي نربج راسي، راه هذاك راه صعيب، راه حنا غير حنا كما كنقولوا ربات بيوت ما غاديش نديرو فريوسنا بحال الطاحونه، يعني غتبقى تطحني 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 حتى لين غتجي واحد الوقيته غادي تحبسي غتكرهي كلشي غادي تكرهيه، يعني انا ملي انا الكمبيوتر ممكن لو كان انني خدامه للسوق كنحط الزواق ديال السوق في الماكينه ممكن نخدم في الماكينه الصغيره، ولكن انا التصميم كيدي مني وقت لا يمكن نوفق ما بيناتهم، باش نصمم ونرش باش نصمم ونحط في الماكينه ديال الكمبيوتر ونرشم وندير في الماكينه الصغيره راه ما يمكنش،
وعاوتاني قلت الاغلبيه يقول لي علاش كتغيبين على اليوتيوب؟ راه صعيب، بقيت وقفي وتصور، بعض الاحيان كيخسر لك الفيديو، بعض الاحيان كيعيط عليا مول الدار مشى الفيديو صافي، ما غادي خاصني نعاود، انا ما مولفاش نحط كل شيء في بعض الاحيان كتعصب، كيجي شي واحد كيدق عليك ولا كيصوني لك التليفون ولا هذا، كيتحبس الفيديو صافي، كنقول بناقص ما نديها في خدمتي احسن. اذا ان شاء الله غادي الفيديو الماجي ان شاء الله غادي تشوفوا فيه هذا الموديل هذا، كما قلت لكم الطريقه باش خدمه، غادي طريقه الخدمه ديال الكمبيوتر، الخدمه ديالي عاديه. اذا هادو استفسارات خاص الاخوات اللي كيسولوني على الطريقه باش غتخدمي، واش الماكينه غادي تناسبني، لان هاد الماكينه هادو فيهم على حساب لي ديال المرمى ديالهم. انت غادي تشوفي اللي يناسبك على حساب البلاصه اللي غتحطيها في الدار، لان هادي انا خوت ليها بيت كامل باش نحطها فيها، حيت كديري سباس. كاينه ماكينه اخرى العباره اخر ديال المرمى 80 على 50 حتى هو زوين، ما كيشدش لي سباس بزاف، وكاين اقل منه، كاين 60 على ما اظن 40، وكاينه وحده اخرى صغيره، ولكن هذيك ما اذا شي وحده غتبقى طر صغير هكا شي بحال سريبتات ولا فويطات صغار ولا هادشي ديال الدراري الصغار، اولا الله يحسن العوان، كاينه دابا اللي غادي تبغي تقسم الرشمه لانها ممكن كتقسم وكدوزيها في الماكينه، يعني كل وحده تعرف هاد الماكينه هادي باش غادي تخدم. ولكن باش تسوين واش ممكن نخدم ولا نخدم، الماكينه خدامه في كلتا الحالات، خدامه خدامه خدامه، طلبوا من الله غير يسر لينا فيها ويدومها عينا نعمه يا ربي امين. عندنا لقاء في فيديو اخر ان شاء الله.